في واحد المجموعه ديال 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 المكالمات وديال الناس لا حكا ما ما كاين مشكل لا انا نبقاو نكتبوا الله يكون لا سيدي شوف مادام دام كاين هناك واحد الحاله ديال الاستنفار وكاين واحد الحاله الخطر. وكين ديال الزلزال وكاين ضربات ارتداديه وكاين كذا وممكن فلازم انك تاخذ الحيطه والحذر خرج سيدي نستعمل نستعمل لك ما نقربش ليه تو كان الامور تهمد وتقاد الامور الحمد لله الامور دابا الان الامور مزيانه هزت الارتداديه اللي كاينه الان بحال وقعت البارح وقعت اول البارح ولا كذا كاينه في المناطق كاين بعض الناس اللي كيقول لك هذه المساله سي عبد دي الله ديال انه كيربطوها بانني يعني انا درجه الايمان ديالي اكثر من الاخرين بانه كاين الزر كان غنجلس في داري الا مكتاب لي نموت غنموت هنايا وغادي نمنع حتى واحد ما يخرج من الدار كنربطوها بانني انا مؤمن اكثر منكم انا تيق في الله اكثر منكم نقول لك شي نقول لك واحد القضيه شتي الحقيقه شتي شكون اللي تيق الله مزيان وشكون اللي ايمانه قوي هو يخرج. مش اللي قعد معكوس القضية المؤمن حقا المؤمن بالله حقا الموقن بالله حقا هو من يأخذ بالأسباب لأن هكذا هذا هو دي العقيدة ديالنا نعم. هكذا علمنا ربنا اللي خرج هو اللي مؤمن حقا ماشي الموت ما كيتمنى حتى واحد نعم ولا ولا ما يديش لا مستهلكا. لا ولا تلقى المؤمن حقيقة من خرج من ابتعد عن الهلاك من اخذ بالاسباب وليس من بقي في بيته هذا يسمى متواكلا وليس متوكلا المتوكل المؤمن حقا من يرى الخطر فيبتعد عنه ولذلك هذا غلط معكوس القضيه ماشي بحال هكا لا زعما انت تابت دائما لا. هذا هذه مساله مشا. ولذلك الناس ترد البال نعم